السلام عليكم، توجور مع قناة رسوم تي في الثقافية. اليوم رانا ضيف عند خونا الحاج بستوني، راه جا من العمرة من بعد قناة الخليج، وراه عندنا اليوم الحاج عبد العقل ضيف شرف على كل حال. اليوم حاج بستوني مرحبا بك على كل حال، هكذا دوك نعطيك الكلمة على كل حال. دقيقة تشوف الحاج عبد الحق العدو العدو دابا المؤيد تاع قناة رسوم خويا على بالي الله يحفظك. خويا بوكسا سي محمد تاعنا. ايوا حاج محمد خويا، حاج محمد خويا اعطينا كلمة فيما يخص الزيارة النبوية هذه، تفضل. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نبدأ القول بأن ربي إن شاء الله بالتوفيق اللي وفقنا ربي سبحانه وزوره البيت الحرام والمسجد النبوي، وكان الدعاء تاعي شفع في الحاج عربي، شفع في الحاج عربي، دليل على أنه فاز مقابلتين على التوالي. على التوالي الفوز كان شعل ما بارك الله فيك. على كل حال قناة رسوم ما قامتش بالتغطية تكسر بينا زمزم القناة وسطهم في ميزك خويا، ولا انا نقاضيكم انا فهمت. ياه بارك الله فيك على المكالمه. نشوفوا الحاج عبد الاخر ضيف علينا في هذا الناس كيف راه بعيد عليكم. ليه بلي هذاك ضيف بيبوس تاعنا هذا، معليش الحاج عبد الاخر عطينا كلمه في فيما يخص المناسبه. بارك على خونا والعقوبه ان شاء الله للحجه ان شاء الله، وياه ونجعل القبول ان شاء الله. هذا ما نقول يا ربي ان شاء الله، يا ربي ان شاء الله. العدو تاعنا تفضل، العدو تاع قناة رسوم، تاع العدو تاع قناة رسوم، معليش تفضل. كل شيء بالبركة على خويا الحاج بستوني وبالمعودة، والله لا يحرمنا حكام ومن سحر. امين يا ربي، امين سي محمد، امين سي محمد، بارك الله فيك الله يحفظك. تفضل خويا منا عندنا كلمة. الزيارة تاع اللي وصل لمكة اضرب يا رب العالمين. امين تاع السلام. امين والعقيب. امين والصلاة المقبول. امين وربي على المشاهد. امين والقيامة ربي يحفظك. عبد عليا وقوتو ربي يعطينا شهود. امين يا رب العالمين، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. زيد خويا زيد. تفضل سي فضيل. كل شيء مبارك على الحاج الزيتوني والعقوبة اللي نشرها. بارك الله فيك، تفضل سي ضيف. مبارك على خونا الحاج الزيتوني ورجع القانون ان شاء الله. يا قناة رسوم صحيح، بارك الله فيك صحيح. الله يطرد بوك بوهريوة. تفضل سي بوكسا. أمين أمين. الحج صلاة بارك الله فيك. وأنت سي بوكس أنا عارفك باللي اللاعب القادر تاع السي الحاج العربي ميسو، أنت واش من قناة المساندين؟ اسمح لي رستم. رستم أيوا سي محمد أعطينا كلمة. لا خشي مبارك على خويا. بارك الله فيك، العقوبة عليك سي محمد. إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظك. سي بزاطة المدير العام تاع قناة النجم الصاعد، تفضل عطينا كلمة. السلام عليكم. أنا كي جا صاحبي أنا فرحان. أك فرحان. خطر على قناة صدق الأخرى ماكس صاحب تاع المهابي. تاع المهابي بارك الله. أنت في ضربة. الصاعد سي المدير عطينا كلمة فيما يخص الزيارة تاع خونا. نشكر السي الرئيس الأولى سلم عليه. الله يسلم عليك. كل شيء مبارك على خونا بالزيتوني. كل شيء مبارك على خونا بالزيتوني. بارك الله فيك. وإن شاء الله هذه البلاصة كاع نروحوا لها. يا ربي إن شاء الله نتمنيها. إن شاء الله. إن شاء الله يروح لها. إن شاء الله. وراني متمني إن شاء الله خويا عبد الحق. إن شاء الله بربي يوصلها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. سمع يعاود يخبر عبد الحق راه مدعم من قناة بوهراو. صح من المدعمين. لطيف طرطقني. لطيف طرطقني. ياك طرطقني يا لي. سي الحاج أعطينا كلمة فيما يخص الزيارة تاع خونا محمد في القاع المقدس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك ونهنأ خونا الحاج محمد الزيتوني على نقولوا احنا على حج على عمره على الحج. على الحج العمره النسك اللي اداه، والحجه على الوالده اللي اداها. بارك الله فيك. يعني ادى عمره وادى حجه. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يتقبل منه ويجعلها في ميزان حسناته ان شاء الله. ان شاء الله. وربي يعافي ويعافي الوالده. امين. بارك الله فيك. خونا اعطينا كلمه فيما يخص زياره اخونا. الله يقول الحاج محمد ان شاء الله والوالده تاعه، والله لا يحرم منه كل مؤمن ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سي الحاج مرحبا بك على قناة رسوم تي في الثقافية. فيما يخص الزيارة تاع الحاج محمد تاعنا للبقاع المقدسة، أعطينا كلمة فيما يخص. أنا ما نعرفش العربية بزاف. معليش هذوما في روسيا، احنا من بعد نترجموا ماشي مشكل الحاج، تفضل. احنا نترجموا عندنا المترجمين. راح الزار جبر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يعملنا كاع نزور. يا ربي آمين. يا ربي آمين. يا ربي آمين. الله يتوب علينا وعلى خوتنا إن شاء الله. آمين. جميع المؤمنين والمؤمنات. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. يا ربي تعطينا صحتنا قد عمرنا حتى نروحوا ليه ونجوا. إن شاء الله. بارك الله فيك سي الحاج. حمول بيك الحاج خويا. بارك الله فيك. سي الحاج أعطينا تشوف باش نعطي كلمة للحاج المهم للسيارة هذه. دونك فيما يخص سي الحاج بالزيتوني. رانا جينا عليه وجبنا له زوج ضياف عزاز الحاج عبد الحق.
فيما يخص الزيارة تاع الأخ الحاج بزيتوني مشان نقول له كيما قلت نكمل لك الكلام تاعك سي الحاج. عنده عمرة وحجة، العمرة تاعه هو وصل للمقام تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس كامل تتمنى شرا توصلوا، والحجة بالنسبة أنه دا العجوزة مسكينة تما الحجة وصرها ودار هذاك وداروا العمرة هذه إن شاء الله ربي يتقبل منهم. وكما قلت سي الحاج حنا يا رانا هنايا ان شاء الله ربي ان شاء الله يقوي المحبه هذه بيناتنا وما يقطعهاش ان شاء الله. امين. وندعو لعمي الحاج سي عقاد تاعنا كايبيش وعبد تاعنا ولد العجاب راه من تما ان شاء الله عاوده ميمونه ان شاء الله وربي يتقبل منه. هكذا بارك الله فيك الله يحفظك. سي الحاج تفضل اعطينا كلمه فيما يخص الزياره تاع اليوم. تفضل الحاج. الحاج خلي من بعد عليك من بعد اعطينا كلمه. اللهم انطب من الله سبحانه وتعالى غيثنا. امين يا ربي. امين. وخاصه غيث القلوب. يا ربي امين. ويرحمنا ويسترنا. امين بارك الله. ويعافينا. امين شكرا. ويتوب علينا. امين يا رب العالمين. والا بين المسلمين. ايوه. المسلمين راه محظورين ساكن في العالم. بارك الله فيك. شكرا جزيلا بارك الله فيك. نشكركم على هذا الشيء بارك الله فيكم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ايوه. شكرا شكرا. نكتفي بهذا القدر. شكرا.